شايف شغل ما شايفش. زي ما حضراتكم شايفين ياسر محمدي لاعب نادي الريان القطري في المتهمة في قضية يعني التحرش بفتاة في قطر. تم ترحيله طبعا من السلطات القطرية. يا احمد عايز تقول حاجة يا احمد؟ خلاص خلاص بعد اذنكم ربنا يهدينا يعني جميعا يا رب. بعد اذنكم كتر الف خيركم يعني لو سمحت بعد اذنك يا بني لو سمحت يا استاذ. خلاص يعني سمح حضراتكم ايش خلاص يعني احمد كفايه بجد كفايه احنا تحلنا احفظنا تحلنا يعني بطلوا تصوير خلاص ما في خلاص يعني خلاص يعني كفايه يعني ايه في ايه صور كويس القضية طبعا يا احمد عايز تقول حاجة يا احمد طبعا احمد نسمع حضرتك من داخل يعني الحبس من صباح اليوم شايفين احمد ياسر ريان هنا بكمامة زي ما حضراتكم شايفين يعني طبعا ريان لكاميرا صورته طبعا يعني المحامي بتاع احمد ياسر المحمدي المحامي طلب ان هو يكون الجلسة مدولة بيستخبى عن الكاميرات زي ما حضراتكم شايفين وشفتوا في يعني اللايفات السابقه يعني طبعا احمد ياسر ريان احمد ياسر محمدي عفوا لاعب نادي الريان القطري محترف في يعني الريان القطري طبعا يعني اتهاماته ان هو اتحرش بواحده في قطر وتم ترحيله طبعا من الانتربول طبعا وهنا استلامه من يعني الشرطه المصريه عليه في دولة قطر
بهذا القدر انتهينا مع حضراتكم، تابعونا في اللايفات الجديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.